شهر يونيو 2013 كان بداية النهاية لتنظيم الإخوان، ففي 2 يونيو استمر تصاعد الأحداث ضد التنظيم لحد ما اندلعت الثورة وخرج الشعب كله غضبان في الشوارع. اليوم بدأ بحكم للمحكمة بعدم دستورية انتخاب مجلس الشورى وبطلان الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وقانون الطوارئ. دستورية بتعليق العمل وعدم نظر الدعوين المقامين أمامهم. لكن حكومة هشام أنديل ما التزمتش وأعلنت إن مجلس الشورى هيمارس سلطة التشريع كاملة لحد انتخاب مجلس النواب، وفضل وزير الثقافة الإخواني يستفز المتظاهرين بتصريح قال فيه: استمتعت بعملي أثناء المظاهرات المطالبة بإقالتي. بعدها أعلنت تمرد اختطاف 4 من أعضائها في منطقة السيدة عائشة، واقتحام مقر حزب المصريين الأحرار بحي الظاهر، وسرقة استمارات موقعة. كل الأحداث دي استفزت المصريين وبدأت الاحتجاجات تكتر، من ضمنها تنظيم العشرات احتجاجات بالجراكن الفاضية قدام بيت مرسي، وبدأت بعدها أزمة نقص البنزين والتكدس قدام محطات الوقود.